السلام عليكم شباب، بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده از وي منشن فور احنا بنتكلم على الزينر دايت ابلكيشنز. فاحنا بنتكلم على الزينر دايت ابلكيشنز، اتفقنا ان احنا عندنا تو ابلكيشن اوف زينر دايت، هنشتغل بي از ريجليتور واننا نشتغل بي از ليميتر او كليبر. از ليميتر او كليبر هو ده موضوع الفيديو بتاع النهارده باذن الله. الفكره كلها ان انا عشان اعرف اشتغل الزينر دايت از اكليبر او ليميتر لازم يعني اعمل لك ريفيجن سريع كده بحيث ان انت تبقى فاكر يعني ايه كليبر او كده. فانا اتفقنا ان انا لو عندي موجة اي سي كده، الموجة الاي سي دي مثلا بيبقى ليها طبعا ادي بيك هنا وبيك هنا، فمثلا الفي بيساوي 10 ساين اوميجا تي، فانا مثلا البيك بتاعي 10 وهنا نيجاتيف 10، تمام. والله انا بقول ان انا عايز اعمل اديزاين سيركت. السيركت دي اهم حاجه، الفي او بتاعك لا يتعدى يكون اقل من او يساوي مثلا 5 فولت، يعني مش عايز الجهد بتاع الخارج بتاعي يتعدى ال 5 فولت. فانا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل كليبنج او اقطع الموجه بتاعتك عند 5 فولت. طب هديزاين ده ازاي؟ فخلينا مثلا احنا نشوف ازاي هنعرف اصلا نكليب جزء كبير من الموجه او سيرتن بيريود اوف ال ويف فورم بتاعتي دي، وبعد كده نشوف هنتحكم في الجهد ده ازاي. اتفقنا قبل كده ان الكليبر بتاعي ده هو ما هو الا هاف ويف ريكتيفيكيتد هاف ويف ريكتيفاير از ا سيركت. والهاف ويف ريكتيفاير لو انا هاخد الخارج بتاعي على الريزيستور يبقى ده هاف ويف ريكتيفاير، لو هاخد الخارج بتاعي على دايود يبقى ده بسميه كليبر. يعني كنا بنقول هنا مثلا انا عندي ادي الاي سي سورس، تمام، عندي هنا ليميتر مقاومه بتلمت التيار بتاعي، وعندي هنا الدايت بتاعي كده. ولو بقول ان انا هاخد الخارج بتاعي على الدايت كده يبقى ده بسميه ليميتر. لو انا هشتغل نفس الدايره بالظبط نفس السيركت بالظبط، وادي الدايت وهنا المقاومه بتاعتي كده، يعني ادي الدايت بتاعي وادي المقاومه هنا وهنا برضو الاي سي سورس، فانا كده بشتغل از هاف ويف ريكتيفاير. يعني ده هاف ويف ريكتيفاير وده هو الايه الكليبر بتاعي. طب عايز اشوف الخارج في الهاف ويف ريكتيفاير، والله بقول ان انا عندي كده ادي ويز تايم، ادي الفي ام بوب بتاعي، الفي ام بوب بتاعي مثلا ادي هنا كده مثلا ساين ويفات هنا 10 فولت نيجاتيف 10 فولت. عايز اشوف الخارج بتاعي، فبقول والله انا في البوست اوف هاف سايكل. البوست اوف هاف سايكل بالنسبه للدايت ده يبقى فورورد، فممكن اشيله احط يا اما 7 من 10 يا اما يعني شورت سيركت على حسب هو ايديال ولا براكتيكال. وبجيب الفي اوت هنا، فبالتالي الفي اوت بتاعك هيبقى عباره عن الفي ام بوت ناقص 7 من 10 والفي ام بوت عامه لو هو فورورد. طبعا ده في الايه في الهاف ويف ريكتيفاير، فالشكل بعمل كده. طبعا في النيجاتيف هاف سايكل الدايت ده هيبقى دايت فورورد، الدايت بتاع ريفرس او ريفرس، فالدايت الريفرس هشيله واحط مكانه سويتش مفتوح او اوبن سويتش، فبالتالي الجهد الخارج على المقاومه التيار بتاعك ايكوال زيرو. فبما ان التيار ايكوال زيرو فالفولت ايكوال اي تايمز الار، فبالتالي الفي بتاعك هيبقى بزيرو، فالجهد بتاعي هيبقى بزيرو كده، تمام. اما لو انا اشتغل ككليبر فكاني بعمل نفس الموجه الهاف ويف ريكتيفاير، بس بجيب الخارج بتاعي على ايه؟ على الدايت. فالفي بتاعي في حالة الكليبر بعمل ايه؟ بقول والله نفس الكونسبت بالظبط، دايت فورورد، فبالتالي اقدر اشيل احط مكانه 7 من 10 از ا باتري، فبالتالي الفي اوت هنا هيبقى عبارة عن 0.7، تمام. ده في البوزيتيف هاف سايكل. اما في النيجاتيف هاف سايكل يعني كده كأن ده الانبوت بتاعي اهوت، وده الاوتبوت بتاعي هيجي عند 7 من 10 ويقطع اي موجه فوق 7 من 10. فكده الليميتر ده بيشتغل في البوزيتيف هاف سايكل وبيقطع الجزء الاكبر من 7 من 10 بتاعتي، تمام. طب بالنسبه للنيجاتيف هاف سايكل، النيجاتيف هاف سايكل بنقول ان انا هشيل ده واحط مكانه سويتش اوبن سويتش، فبالتالي اوبن سويتش هنا يبقى الفي اوتبوت بتاعي ايكوالز الفي انبوت، فبالتالي هيمشي على الموجه بتاعه الانبوت بتاعتي، يبقى الخارج هيبقى شكله عامل كده. يعني اي هنا طبعا النيجاتيف 10 ده الماكسيمم في البيك في النيجاتيف هاف سايكل،
كده ممكن نقول ان انا طالما الموجه بتاعتي اقل من 7 من 10 او 0.7 الموجه بتخرج عادي زي الانبوت. اما لو هتعلى عن ال 0.7 فكنت بقطعها عن طريق الايه الكليبر ده. فده كليبر او ليميتر بيقطع عند الايه 7 من 10 او 0.7 اللي هي جهد الدايود بتاعي. طبعا احتجت ان انا اعلي ده او اقطع عند جهد اعلى كنت بوصل سيريز باتري مع الدايود بحيث ان انا اقدر ارفع ال 7 من 10 ديت لاي جهد انا محتاجه. يعني مثلا عايز ارفعها ل 5 هحط هنا باتري بنفس الايه سيريز معاها بس بنفس البولاريتي بحيث انها تجيب لك في الاخر كباتري كمجموع 5 فولت. يعني الباتري اللي هتحط هنا تبقى ايكوالز 4.3 فولت. تمام. انا بحتاج بقى اعمل الكلام ده او اتعلم ازاي اشوف الابليكيشن بتاعي اللي عاوز النهارده از اليميتر. احنا متفقين ك اي في كاركترستكس اوف زينر دايود ان انا هنا الاي هنا الفي. انا عندي الاي في كاركترستك لو بشتغل براكتيكال طبعا ده في حاله الفورورد, هنا حاله ريفرس وانا بشتغل في الربع الاول والربع الثالث. هنا هيفضل مفيش تيار يمر لحد ما اكثر جهد البارير بتاعي اللي هو ايكوال 0.7, وبعد كده التيار بتاعك هيبدا يزيد على حسب جهد الانبوت بتاعي. في الريفرس مفروض التيار بتاعها هيبقى مفيش تيار يمر ايديالي هنا الفولت. مهما زودت في الفولت في حاله الريفرس مفيش تيار هيمر لحد ما يحصل هنا ايه كنت في الدايودز بقول هنا بيحصل بريك داون. ولكن النورمال اوبريشن للزونر دايود بتاعي ان هو بيشتغل في الزون دي فبيبقى في هنا ايكوال الفي زونر. تمام. فانا السيمبل بتاع الزونر بتاعي بالمنظر ده نفس الدايود ولكن هنا كاني بعمل زد على اساس ان هو زونر دايود او كده. تمام. انا بقول والله هو بيشتغل في حاله الفورورد از ادايود عادي خالص, فممكن اشيله واحط مكانه لو هو شكله عامل ازاي. لو هو كده هشيله واحط مكانه 0.7 عايز سيليكون دايود. يعني لو هو سيليكون طبعا لو جرمانيوم بشيله احط 0.3 مفيش مشكله خالص. طب في حاله الريفرس, والله في حاله الريفرس الدايود كنت بشيله احط مكانه سويتش اوبن. تمام. لانه انا بقول ان هو بيمنع مرور التيار بشكل كامل. تمام براكتيكال يعني مش كومبليت. فكنت بحط سويتش اوبن ولكن انا هنا بيزيد معايا جزء خاص بالاوبريشن بتاع الزنر ان هو بيجي في المنطقه اللي المفروض كان بيحصل فيها بريك داون للدايود. يعني الدايود هيبدا يوصل في الناحيتين الاثنين بيبدا هنا يوصل تاني الزنر بتاعي ده. فانا عندي هنا تو ستيتس. الستيت الاولانيه والله لو الجهد بتاعك الخارج بس يعني كامبليتيود كمودولس مش هاخد بقى نيجاتيف او بوزيتيف او الكلام ده عشان ما ندخلش نفسنا في متى الفولت بتاعي لو هو اقل من جهد الزنر. جهد الزنر ده انا بقدر بتحكم فيه عن طريق الدوبينج بتاع الريجنز بتاعت او الدوبينج بتاع البي ان جانكشنز بتاعت الايه الزنر بتاعي. انا اللي بقدر اتحكم فيه عشان اليمت الجهد عند جهد معين او اعمل له ريجوليشن. تمام. فلو الجهد بتاعي اقل من جهد الزنر بشيله احط سويتش مفتوح. لو الجهد بتاعي اعلى من جهد الزنر بتاعي بشيل ده واحط مكانه الفي زنر بتاعتي. ولكن تاخد بالك كويس جدا ان الفي زنر بتتحط عكس الفي بارير. يعني كنت بقول هنا في الفورورد بحط النيجاتيف قدام الكاسود والبوزيتيف قدام الانود. هنا بعمل العكس, هنا بحط البوزيتيف قدام الكاسود والنيجاتيف قدام الانود وبكتب هنا الفي زنر. فانا عندي حالتين اتنين. والله لو الجهد بتاعك في الريفرس اقل من جهد الزنر يبقى انا شغال هنا في الريجون ديت اللي هي ريجون اللي انا ممكن اعتبرها كاني شغال مع دايود عادي. اما هنا بشيله واحط مكانه الفي زنر بتاعي. فابدا اشوف المساله بتاعتي اللي في الشيت. مساله الشيت مساله شكلها عامل كده. تمام. انا هبدا اقسم في البوزيتيف هاف سايكل. بالنسبه لي بوزيتيف هاف سايكل اقول والله هنا بوزيتيف وهنا النيجاتيف. فالبوزيتيف والنيجاتيف يبقى انا التيار بتاعي هيمشي كده. فبما ان التيار هيمشي كده لو سميت ده مثلا زنر 1 وسميت ده زنر 2 فزنر 1 هيبقى فورورد. فبالتالي زنر 1 فورورد, زنر 2 هيبقى في ريفيرس او في حاله ريجليشن. يعني زنر 2 دلوقتي المفروض يا اما حاله من الاثنين يا اما ريفيرس يا اما بيشتغل از زنر كريجليتور او كليمتر. يعني اقدر اشيله احطه كانه الفي زنر. ففي الفورورد زنر 1 اشيله احط مكانه ال 0.7 بتاعتي شكلها عامل كده.
طب الزنر 2 يا اما هشيله احط مكانه سويتش اوبند، يا اما هشيله احط مكانه جهد الفي زنر اللي هو مكتوب عليه اللي هو 5.1، يبقى شكله عامل كده 5.1. في الحالة دي الجهد ده مفروض كام؟ 5.8 فولت. فهنا بقول ان انا لابد ان الجهد الانبوت بتاعي يعلى عن 5.8 او 5.8 عشان يقدر يخلي الزنر ده يشتغل از زنر، مش يشتغل كريفيرس ويبقى اوبن سويتش. فبالتالي انا محتاج ان الجهد بتاعي يبقى اعلى من 5.8. فاول ما الجهد بتاعي يبقى اعلى من 5.8 تلقائيا الزنر ده هيشتغل از زنر، فاقدر اشيله احط مكانه باتري، الباتري دي 5.1. فبالتالي هيكون جهد الخارج في الحاله ديت كام؟ 5.8. اما في الحاله ديت لو الجهد بتاع الانبوت اقل من 5.8 فولت، فيبقى هنا في الحاله دي الفي اوت يساوي الفي انبوت ايكوالز الفي انبوت. ليه؟ لان طبعا مفيش تيار هيمر، فبالتالي جهد الاوت هو جهد الانبوت. فممكن ارسم اول حاجه الرسمه بتاعتي كده، لو انا عايز الفي اوت في الحاله دي مع التايم، لو انا رسمت الفي انبوت كده وقلت ان دي هنا هرسم محل لل 5.8 5.8، هنا 10 فولت. فبالتالي لو الجهد بتاعي بتاع الانبوت، طبعا البلاك ده الفي انبوت، البلو ده الفي اوتبوت بتاعي، او ده ال 5.8، انا هرسم الاوتبوت بتاعي بالاحمر بتاعي او بالريد. لو جهد الانبوت اقل من 5.8 بالنسبه لي، هيبقى هنا اقدر اقول ايه؟ ان الفي انبوت بيساوي الفي اوتبوت، يعني ممكن امشي مع الموجه دي كده. لو الفي انبوت اكبر من او greater than or equal 5.8، ساعتها اقدر اقول ان الجهد هيثبت عند ال 5.8. انا عملت له كليبنج عند ال 5.8 فولت، هيبقى شكل كده تمام. طب بالنسبه للنيجاتيف هاف سايكل ممكن اقول نفس الكلام بالظبط، انا همسح بس ده. في النيجاتيف هاف سايكل بقول والله انا عندي في الحاله دي انا بشتغل في الجزء ده كده، طبعا احنا متفقين ان ده زنر 1 ده زنر 2، بشتغل هنا هنا النيجاتيف هنا البوزيتيف، فبالتالي التيار بتاعك هيمشي كده او الكارنت هيمشي كده. فبالتالي انا عندي زنر 2 فورورد بايسنج، والزنر 1 بتاعي ممكن يا اما يشتغل ريفرس طبعا السويتش مفتوح، او يشتغل از زنر في الجزء ده تمام. في الحاله دي بقول والله ان شكل زنر 2 طبعا هيبقى عامل ازاي، هيبقى 0.7، اشيلها واحط 0.7 كده. وبالنسبه للزنر 1 يا اما اوبن سويتش، يا اما اشيله واحط مكانه ال 3.3 بتاعتي، فهيبقى شكلها عامل كده. طبعا هنا 0.7 هنا 3.3، يبقى الجهد اللي هنا كله كام؟ حد يبقى ان اغلب الناس بتيجي تقول هنا ان الجهد هنا 4 فولت، ولكن احنا متفقين طالما انا بقيس من هنا لهنا وهنا الجهد دي النيجاتيف، فبالتالي جهد البوزيتيف بيبقى اكبر من جهد النيجاتيف، فبالتالي انا لو بقيس من نيجاتيف للبوزيتيف فمعايا هنا نيجاتيف 4 فولت تمام. عشان ما ندخلش نفسنا برضو في لخبطه زي ما اتفقنا، احنا متفقين ان انا بشتغل كمودولس، يعني بقول والله لو الفي انبوت بتاعي اكبر من 4 اكبر من او يساوي 4 وفي انبوت اقل من 4، بشيل النيجاتيف خالص مفيش مشكله واشتغل. يبقى انا عندي هنا لو الفي انبوت بتاعي اكبر اقل من 4 بشيله واحط مكانه سويتش مفتوح و7، يبقى بالتالي الفي اوتبوت ايكوالز الفي انبوت. هنا لو الفي انبوت اعلى من او يساوي 4 فولت، يبقى الفي اوتبوت في الحاله دي بتيكوال ال 4 فولت تمام، طبعا بالنيجاتيف زي ما اتفقين. فانا هرسم برضو محل للنيجاتيف 4 هنا، ونيجاتيف 4 انا ماليش دعوه بالنيجاتيف ده هنا، وبقول لو جهد الانبوت بالنسبه لي اقل من الأربعة يبقى هنا يبقى الفي انبوت بيساوي الفي اوت. لو الجهد الانبوت بتاعي اكبر من او ايكوالز ال 4 فولت، يبقى هشيله احط ال 4 فولت بتاعي، فيبقى هو
شغال كده الزنر دايت بتاعي as a limiter ما بين سالب 4.4 فولتس اكبر من او يساوي الفي اوت اقل من او يساوي يعني 5.8. وبالتالي كده المسألة بتاعتي مفيهاش اي مشكلة تمام. وبإذن الله اشوفكم على خير في فيديو جديد.